سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. السلام صار هم السوريين وحلمهم، كبيرهم وصغيرهم، شبابهم ونسائهم، وكتار عم يحاولوا يسعوله بطرق مختلفة. اليوم رح نحكي عن مركز سوري عم يحاول يزرع السلام وينميه بنفوس السوريين، وهو مركز أشتي لبناء السلام. هو مركز مستقل غير حكومي غير ربحي، مركزه مدينة القمشلي، بيشتغل على تمكين قدرات المجتمع المحلي بمجال حل وتحويل نزاعاته للوصول للسلام المستدام وتعزيز قيم الديمقراطية والتشاركية من خلال تحليل النزاعات والمساهمة بخلق بدائل سلمية مع الشركاء المحليين والدوليين، وبيرتكز بعمله على مبادئ الشفافية والحيادية. اعتمد مركز أشتي الرمز العالمي للسلام، إكليل الزيتون، شعار له ورمز لعمله، للإشارة للسلام المستدام اللي بيسعى له من خلال تعزيز القدرات المحلية لبناء السلام، نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وبناء المجتمع المدني، تعزيز المساواة بين الجنسين، تعزيز الاستدامة البيئية، الشراكة العالمية من أجل بناء السلام، إدخال مناهج السلام بالتعليم. وبيعتمد لتحقيق أهدافه على المشاريع الصغيرة والحملات وإصدار منشورات وبروشورات وإجراء بحوث وتشبيك مع المنظمات والمؤسسات العاملة بالمجتمع. من النشاطات والفعاليات والحملات اللي قام فيها مركز أشتي لبناء السلام، حملة تشجير بمدينة القامشلي بعنوان نحو مجتمعات خضراء كمساهمة بتعزيز السلام عن طريق توسيع المساحات الخضراء، وكانت الحملة بمشاركة العديد من منظمات المجتمع المدني بالمدينة ومن مختلف المكونات. وكمان من المشاريع مشروع غراس السلام، وهو مشروع موجه للأطفال بيسعوا القائمين عليه من خلاله لتنمية أفكار الأطفال حول مفاهيم السلام والحد من المظاهر المسلحة اللي بلشت تغزو الحياة الاجتماعية بالمدينة. وبيتضمن المشروع عدة مبادرات بعد الحديث عن السلام والحرب بتحمل عنوان فعل السلام، وبتتمثل برسم أشكال من الطين الصناعي والعادي بعبارة السلام كلمة وشكل، أو تعلم غنية عن السلام مثل اللي بمبادرة السلام السلام كلمة ونغم، ورواية قصص وحكايات بتهدف لعمل الخير ورفض العنف مثل اللي بمبادرة السلام كلمة وقصة، وكمان مشاهدة أفلام قصيرة عن التعايش السلمي مثل مبادرة السلام كلمة وصورة. وهي المبادرات كلها بتهدف لتمكين قدرات الأطفال بمجال بناء السلام عن طريق ورشات ومبادرات تفاعلية مع الأطفال، وكمان بناء الثقة مع المجتمع المحلي ليدعم أنشطة المركز وفعالياته. بناء السلام هدف وغاية بيدركوه السوريين وبيسعوله، مشان هيك عم يسعوا سوا ليزرعوا جوات أهلهم وأولادهم السوريين. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.